كنقول بلي احنا اليوم جينا نتكلموا على مناخ الاستثمار لسلسله الطموح لو كليما دانفستيسمون في لا فيليير فينيسيكو. اول شيء المستثمر هو توضيح الرؤيه، لانه ما يمكنش يستثمر بلا ما يكون عنده وضوح رؤيه. السي محمد تكلم على هذا عقد برنامج اللي يتم ما بين الحكومه كحكومه وما بين المهنيين، وهذه مساله مهمه جدا اللي بغيت ناكد عليها في البدايه، لانه اي مستثمر اي قطاع اذا ما كانش عنده رؤيه وما كانش عنده المناخ ديال الاستثمار ما يمكنش يقوم بالاستثمار. بالنسبة لوكالة التنمية الفلاحية كما ذكرتوا هي كتدخل أولا كشباك وحيد للمستثمرين في قطاع في القطاعات على العموم، في قطاع الطموح بالخصوص، فهي كتستقبل المستثمر اللي عنده فكرة ديال الاستثمار في القطاع ديال التمور، وكتواكبه أولا للحصول على العقار. وهنا كتعرفوا حنا كوكاله التنميه الفلاحيه كنشتغلوا بتنسيق تام مع وزاره الداخليه خصوصا مديريه الشؤون القرويه باش كنهيئوا واحد العقار اللي كيدخل سواء في اطار طلبات عروض اللي كتلقاها الوكاله بتنسيق مع مديريه الشؤون القرويه. كذلك كاين الفرصه ديال الدخول في راس مال بعض الشركات القائمه، وكتكون لقاءات ما بين المستثمرين يعني اللي عندهم فكره ديال الاستثمار والمستثمرين اللي كاينين في ارض الواقع.